ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إرهاق اليوم لقاء تواصلي مع المجتمع المدني المهتم بهذا الموضوع، وهي مناسبة للوقوف على ما أنجزته الآلية الوطنية التابعة للمجلس خلال 4 سنوات في هذه الولاية من منجزات، سواء من خلال دراسة الشكايات أو من خلال الإحالة الذاتية ومن خلال القراءة في تقاريرها الخاصة التي ترفق بالتقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا اللقاء اللي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأتي في إطار تعزيز وكذلك تبادل الخبرات والتجارب وإثراء النقاش حول القضايا التي تهم هذه الفئة من المجتمع، لما كما كنعرفوا أن هذه الفئة في واحد الوقت ظلت مهمشة، ولكن الحمد لله الآن كاين قوانين دولية ووطنية ودستور المملكة حتى ينص على أنه يجب إلغاء جميع أنواع التمييز اللي كتقوم على أساس الإعاقة. فاجتماع اليوم هو من أجل إثراء النقاش، تبادل الخبرات، وكذلك تعزيز النهوض بهذه الأوضاع، وكذلك دعائم أو وسائل الحماية ديالهم مما قد ينالهم من انتهاك أو خرق لحقوقهم.